واضح جدا يعني حماسك الكبير وانت بتشجع حال كل الاهلاويه اللي كانوا بيشجعوا في مباراه امبارح. فمعايا في هذه اللحظات واحد من نجوم النادي الاهلي الجدد والوافد الجديد المنضم حديثا للنادي الاهلي، كابتن بدر بنون. كابتن بدر، عايز ابارك لك على بطوله، انت لسه جاي النادي الاهلي، يا دوب حضرت المباراه، فزت ببطوله بالنسبه للنادي الاهلي، ممكن ما تتحسب لكش لكن من الجانب المعنوي مهم جدا في بدايه مشوار طويل ليك مع النادي الاهلي باذن الله. طبعا طبعا، اولا مبروك على جميع جماهير النادي الاهلي، مبروك لجميع مكونات نادي الفريق، على راسهم رئيس النادي الاستاذ الخطيب. اول شيء انك تبدا مع فريقك الجديد وتبدا بلقب، تكون دفعه ايجابيه للاعب وتخليك انك تركز في البدايه كويس. الحمد لله انا دخلت زي ما يقولوا بالمصري وش خير على النادي الاهلي، اتمنى ان شاء الله ابقى على طول زي كده ان شاء الله. تعلمت مصري ولا لسه محتاج وقت؟ والله لسه محتاج وقت، بس الحمد لله انا ظبط اموري مع لعيبه، الحمد لله اظن انني تحسنت في اللغه المصريه شويه. مش قلقان عليك، هتتعود بسرعه على المصري، لكن في كل الاحوال عايز اتكلم معاك على المباراه بتاعت امبارح، مباراه الاهلي والزمالك. شفت المباراه دي ازاي وانت كنت متواجد في المدرجات، وتقييمك للاعبي النادي الاهلي وابرز النجوم من وجهه نظرك فريق النادي الاهلي امبارح؟ شوف، مباراة زي دي مباراة نهائي، مباراة تكسب، مش تكون من اللي لعب أفضل ولا من ما لعبش أفضل، بس مباراة لازم أن نكسب منها اللقب. الحمد لله اللاعبين عملوا جهد كبير وتوجوا باللقب، ده فخر ليهم وفخر لجميع مكونات النادي. الحمد لله أظن أن جميع اللاعبين كانوا نجوم للقاء بدون استثناء، لأن العمل الجماعي هو اللي يخليك تفوز بألقاب، مش عمل فردي. بس شفنا عمل فردي لأفشة، سجل من خلاله هدف كثير حلو، مبروك لأفشة ومبروك لجميع مكونات الفريق. تمام، انت خلاص دلوقتي متاح بالنسبه للجهاز الفني في اي مباراه مقبله، عندك مباراه يوم الثلاث باذن الله امام الاتحاد السكندري في نص نهائي كاس مصر، يوم خمسة باذن الله تعالى يبقى نهائي كاس مصر، نفوز بالبطوله دي وتبقى اول بطوله فعليه ليك، وكمان عندك تحديات اخرى، السوبر الافريقي وعندك كاس العالم للانديه، بتستعد ازاي لكل هذه التحديات؟ الحمد لله انا خشيت التدريب بقالي اسبوع ولا 8 ايام، الحمد لله احس بنفسي انني جاهز للمباريات، نتمنى ان شاء الله انني نكون في المقابلات المقبله للنادي الاهلي انني نكون كثير مركز علشان نبدا بدايه ان شاء الله كويسه مع النادي. وده شرف لي انني بقالي 5 ولا 6 ايام كنت مع النادي، والحمد لله تشوش باللقب اللي خوليك انك تشارك في لقب كبير زي لقب كاس العالم للانديه. اتمنى ان شاء الله انني نكون في الموعد، واتمنى ان شاء الله انني نكون عند حسن ظن الجماهير الاهلاويه ان شاء الله. بمناسبه جماهير الاهلاويه، ايه رسالتك ليهم في بدايه مشوار طويل باذن الله ليك مع النادي الاهلي؟ اولا ان شاء الله نتمنى انني زي ما قلت لك نكون عند حسن ظنهم، ونتمنى يقدموا لي الدعم في الايام الاولى لي مع النادي علشان ان شاء الله اتاقلم بسرعه مع النادي ومتطلبات النادي. ده متطلبات النادي، اي لاعب في افريقيا يعرفها، نادي كبير، نادي يلعب دائما على القاب، ده شيء طبيعي، والحمد لله انا على درايه بهذه الامور. اتمنى ان شاء الله انني نكون عند حسن ظنهم زي ما قلت لك حبيبي. اي خطوه جديده بالنسبه لاي لاعب جديد بيبقى حاطط لنفسه طموح واهداف، طموحك واهدافك ايه مع النادي الاهلي خلال الفتره الجايه؟ زي ما قلت لك، اي لاعب اول ما يلتحق بنادي الاهلي اول تفكيره يكون هو تحقيق عدد كبير من الالقاب. دي اول فكره كانت عندي لما جاني العرض ديال النادي الاهلي، انني اروح واحقق عدد كبير من الالقاب خصوصا الالقاب الافريقيه. الحمد لله بقالي يوم امس تشوش باكبر لقب في افريقيا اللي هو دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله نتمنى انا نختم السنه دي بتحقيق ثلاثيه مع السوبر، ان شاء الله يكون رابع، وتكون فرحة كبيرة على جماهير الكل إن شاء الله. شكرا بدر وألف مبروك. شكرا، نتمنى أن نكون زدت اللغة المصرية. لا ممتاز ما شاء الله. ده كان نجمنا بدر بنون نجم النادي.